لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلب ضرر. وقائل لي ما تشتاق؟ قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في فضيلة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومعنى قوله صلى الله عليه أي زاده الله شرفا وتعظيما. وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءني فقال: من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. أخرجه الترمذي وصححه. وفيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. رواه البيهقي. معناه أنهم يتمنون لو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يجدون نكدا في الجنة. وورد في تخصيصه بإبلاغه الصلاة والسلام من أمته صلى الله عليه وسلم ما ذكر أبو بكر البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وقال ابن عباس: ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلي عليه إلا بلغه. ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء. وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه. رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وجمال